أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في الهيئة نت قصف صاروخي على قاعدة بلدة العسكرية في صلاح الدين وإصابات من القوات الحكومية. في صحيفة المدى الفتح ودولة القانون يتحدثان عن شبه اتفاق على إعادة تكليف عبد المهدي. وفي الجزيرة نت احتجاجات بإيران ضد النظام ودعوة لاستقالة خامنئي. وجاء في القدس العربي رئيس وزراء كندا يقول إنه سيسعى للعدالة لضحايا الطائرة الأوكرانية. وجاء في العربي الجديد واشنطن تهدد بتقويض الاقتصاد العراقي. وفي العرب اللندنية غضب شعبي ودولي ضد إيران فجره إسقاط الطائرة الأوكرانية. عربي 21 حكومة كردستان العراق تهاجم نصر الله وتصفه بالرعديد. الحكومة في العراق تتحدث عن القانون والعدالة وهم يحرقون البلاد صباح كل يوم مولعون بالإتجار بقضايا الناس، وقد استثمروا في السنوات الأخيرة فوضى غياب القانون فازدهرت تجارتهم وسط حشد مهول من الكلمة الزائفة. كل يوم شهداء من الشباب وتفقد أمهات أعز ما لديها وتترمل نسوة، فيما سياسيون يصرون على أن يملأوا منابر الفضائيات صخباً وضجيجاً. جاء هذا مقال الكاتب علي حسين في صحيفة المدى. في كل يوم يصحو العراقيون على سيناريو جديد لكنه سيء الحبكة، فبعد أن انتظرنا تفسيراً لأيام العراق الدامية، وبعد أن عجز الناس عن حل لغز قتل المتظاهرين وضربنا أخماساً في أسداس لنعرف سر الصواريخ التي تضرب في منتصف الليل، وبعد أن وعدنا البرلمان بأن الحكومة القادمة هي حكومة الشعب، اكتشفنا بالصدفة أن ضياع ثروات البلد وسرقة ملياراته يقف وراءه المتظاهرون الذين أوقفوا مشاريع التنمية وعطلوا بناء المستشفيات الحديثة وأجهضوا خطة الحكومة لجعل التعليم في العراق يتفوق على اليابانيين. في كل دول العالم تكون وظيفة السياسي الحقيقي هي إدارة شؤون البلاد على نحو يجعل الناس أكثر أمناً وسعادة وإيماناً بالمستقبل، إلا في العراق حيث يشيع ساستنا الرعب ويكرسون لثقافة الكراهية والعنف مستخدمين فزاعة الأجندات الخارجية. خطاب لا يختلف عن الخطاب المقيت الذي كان القائد الضرورة يصدع به رؤوسنا كل يوم، يتحدثون عن الفوضى فيما هم أول من ينشر الخراب في كل مكان. اليوم العراقيون يريدون دولة الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، لا دولة مريضة وفاسدة التي تحكمها ثقافة الجهل والفقر والمرض، ولا مكان فيها لأي شيء حقيقي، بل المكان والمكان لكل شيء مزيف ومزور وكاذب ومنافق وغشاش وفاسد وقاتل وانتهازي وسارق. عادت في هذه الأيام وبقوة قضية الفراغ الدستوري للظهور في المشهد العراقي بعد أن برزت لأول مرة حينما تشبث رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي بالمنصب وخلافا للدستور رغم إتمامه دورتين في رئاسة الكابينة الوزارية منتصف العام 2014. عن الفراغ الدستوري والقوات الأجنبية في العراق كتب جاسم الشمري مقال في موقع عربي 21. الفراغ السيادي أو حالة لا دولة هو الصفة الأبرز التي تنطبق على العراق، وبالذات مع احتدام التوتر بين واشنطن وطهران وتقريرهما الذي جعل العراق ساحة لصراعهما غير الواضح
وخصوصا بعد مقتل زعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والرد الإيراني بعشرات الصواريخ على قاعدتي عين الأسد غربي العراق والحرير في الشمال. وهذا الاحتدام ساهم في إظهار الفراغ السيادي بلا رتوش وفي تأكيد للفراغ السيادي في العراق. قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف إنهم تلقوا رسالة شفوية رسمية من إيران بأن ردها على اغتيال سليماني قد بدأ أو سيبدأ بعد قليل، وأن الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأمريكي في العراق. فأين سيادة العراق في هذه الحالة المليئة بالتجاهل والتغافل لدولة تقع في مركز الشرق الأوسط وتقع على أرضها صراعات ربما ستكون بداية لحرب كونية محدودة؟ السياسات الفاشلة أوصلت البلاد إلى مرحلة لا سيادة، وجعلت العراق لا يقارن بأضعف دولة في العالم، وصارت أجواء الوطن وأراضيه ميداناً لمناحرات أمريكية وإيرانية وغيرهما، وكل هذه الدول تعمل من أجل مصالحها وليس من أجل مصلحة العراق الذي لا يوجد من يسعى للحفاظ على سيادته ومصالحه. بعد سنوات من العنف يعيش العراق اليوم على حافة هاوية إراقة مزيد من الدماء ومزيد من عدم الاستقرار. لقد شهد البلد احتجاجات مناهضة للحكومة لمدة أشهر لقيت استجابة عنيفة من قبل الحكومة والميليشيات، وفقا لمقال للكاتب منقذ داغر في موقع الحرة عراق. يواجه العراق اليوم تحدياً كبيراً بعد قتل القوات الأمريكية للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في 2 يناير، والذي وضع العراق في خطر تهديد محتمل جديد. إن استيعاب البدائل المحتملة للتصعيد بين إيران وأمريكا مهم لمستقبل استقرار العراق. يبدو القرار الأمريكي لقتل سليماني والمهندس قد جاء مباشرة بسبب سلسلة من الأحداث التي تطورت بسرعة. فقد قامت كتائب حزب الله، وهي ميليشيا عراقية ترتبط بروابط وطيدة مع إيران، بشن سلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، تبعتها محاولات لاحقة من قبل كتائب حزب الله وأنصاره لمهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد كانتقام على القصف الجوي الأمريكي ضد أهداف كتائب حزب الله. يعكس تواجد كتائب حزب الله في العراق التحدي الأكبر الذي يواجهه العراق من تواجد عدد كبير من الميليشيات الموالية لإيران في البلد. وفي حين إن البعض من هذه الميليشيات الشيعية العراقية تأسست لمحاربة داعش، فإن هذه المجاميع المدعومة من قبل إيران تركز جهودها الآن على دعم الأهداف الإيرانية، بما في ذلك الجهود المبذولة لطرد القوات الأمريكية من البلاد. لا تريد الحكومة الأمريكية ولا الحكومة الإيرانية حربا شاملة بين بلديهما، وقد وعدت إدارة ترامب بإخراج الولايات المتحدة من الحروب في الشرق الأوسط وأي مكان آخر، كما أن الحكومة الإيرانية لا تستطيع تحمل مزيدا من الضائقة الاقتصادية بسهولة. مثل هكذا صراع سيكون مكلفا للغاية لكلا الدولتين، ومن غير المرجح لأي طرف تحقيق نصر سريع وحاسم. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا حصريا قالت فيه إن الولايات المتحدة حذرت فيه العراق من مخاطر الحصول على منافذ للنظام البنكي لو طلبت من القوات الأمريكية الخروج من البلاد. فعدم وصول العراق إلى حسابات فيدرالية يتم فيها حفظ العوائد من مبيعات النفط قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية وسيولة حادة. وقال كل من إيان تالي وإيزابيل كولز في تقرير لهما من واشنطن وبيروت إن وزارة الخارجية حذرت من أن الولايات المتحدة قد تمنع العراق من الوصول إلى حسابات المصرف المركزي الذي يحتفظ بها في بنك الاحتياط الفيدرالي بنيويورك،
بشكل سيهدد الوضع الاقتصادي المنهار أصلاً. ويحتفظ العراق مثل بقية الدول بحسابات في نيويورك من أجل إدارة مالية البلاد، بما في ذلك موارد النفط ومبيعاته. ومن هنا فمنع العراق قد يدفع الحكومة في بغداد على استخدام الموارد المالية التي تعد مهمة للاقتصاد وتوفير السيولة المالية. ورفضت الخارجية التعليق أنها حذرت العراق من أنه سيمنع من استخدام حساباته في بنك الاحتياط الفيدرالي. وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي إن التحذير بمنع البنك المركزي استخدام حساباته بنيويورك مرر إلى عبد المهدي بمكالمة يوم الأربعاء. وتقول الصحيفة إن التهديد المالي ليس فرضيا، فقد تعرضت المالية العراقية لصعوبات عندما ضغطت الولايات المتحدة ولعدة أسابيع ومنعت العراق عام 2015 من الوصول إلى حساباته وسط مخاوف من وصول المال إلى سوق غير منظم ويصل إلى إيران وتنظيم الدولة. قالت سوزان مالوني نائبة مدير السياسات بمعهد بروكنيكز والموظفة السابقة بالخارجية الأمريكية بمقال لها في مجلة بوليتيكو إن العالم تنفس الصعداء بتوقف ولو قليل للمواجهة الأمريكية الإيرانية بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على الغارات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء. فقد ثار تصور بأن تداعيات مقتل الجنرال قاسم سليماني قد تراجعت، لكن العملية الانتقامية الإيرانية لمقتله ليست نهاية القصة، ولكنها بداية لأخرى أخطر وغير متوقعة في النزاع المتواصل بين البلدين. وأكدت الإدارة نواياها بمواصلة المواجهة عندما فرضت يوم الجمعة عقوبات جديدة على إيران. ومع أن الإجراءات الجديدة على الحديد والنسيج الإيرانيين لن يتركا الكثير من التداعيات الاقتصادية، إلا أنها تؤكد استمرار إدارة دونالد ترامب في سياساتها العدوانية تجاه إيران. حالة الهدوء الحالية بعد تبادل إطلاق النار ليست مفاجئة، فكلا الطرفين يحاول إبطاء دوامة التصعيد التي خرجت عن الطوق بمقتل الجنرال سليماني. فقادة إيران في رأس الحربة أمام القوات العسكرية الأمريكية التقليدية في العراق والمنطقة بشكل عام، وهم لا يريدون تعريض أنفسهم لها. وكان هذا واضحا من الرد الإيراني يوم الأربعاء ضد القوات الأمريكية في العراق، فقد كان سريعا وأراد النظام من الألعاب النارية المتخيلة تخفيف غضب الرأي العام الداعي للانتقام بعد الجنازة الوطنية الكبيرة لسليماني، لأن تحذير الإيرانيين مقدما لنظرائهم في العراق كان يهدف إلى تقليل أو تجنب الضحايا الأمريكيين. كما أكد يوم الخميس الجنرال أمير علي حاج زاده. العملية الإيرانية لمقتل سليماني ليست نهاية القصة، ولكنها بداية لأخرى أخطر وغير متوقعة في النزاع المتواصل بين طهران وواشنطن. أعلن وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بنيت قبل أيام قليلة في منتدى كوهيليت رسمياً أن الأرض المصنفة جيم في الضفة الغربية المحتلة تخص الكيان الإسرائيلي، ووعد بالعمل على تطبيق السيادة على جميع أجزائها. عن صفقة القرن كتب رضوان الأخرس في صحيفة العرب القطرية. ليس مبرراً ولا مفهوماً حجم المبالغة والتهويل المتعلق بمصطلح صفقة القرن، بما في ذلك ما نراه من تركيز شديد على الطقوس الإعلامية والاحتفالية المرتبطة بالمصطلح. وهنا لا أشكك بوجود المخطط بقدر ما أشكك في استخدامه كوسيلة للتضليل الإعلامي وجعل الناس ينتظرون الأسوأ من بعض الزوايا دون الانتباه للخطر الكبير الذي يعيشونه. فبات الجميع ينتظر الصفقة لتدخل من الباب الرئيسي دون أن ينتبهوا إلى تسللها من النوافذ والأبواب الخلفية شيئا فشيئا لتقضم ما تبقى من أرض ومقدسات.
فما الصفقة وما المؤامرة وما العدوان إن لم يكن استهداف الأرض والمقدسات والإنسان؟ وهو ما يجري ويتصاعد في فلسطين هذه الأيام مع اهتمام دون المستوى بكثير. يقول الكاتب يعني ذلك أننا أمام عملية تطهير عرقي تتمثل في إزالة الوجود الفلسطيني والسعي إلى زيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 1,000,000 خلال عقد من الزمن. اكتشف باحثون من ألمانيا واليونان شكلا فريدا من أشكال الرسائل الخلوية التي تنتقل بين الخلايا العصبية في الدماغ البشري، وهو الأمر الذي لم تتم رؤيته مطلقا من قبل. المثير للدهشة أن اكتشافا كهذا يشير إلى أن أدمغتنا قد تحمل قدرة حاسوبية فائقة أكثر مما كنا نعتقد. ففي دراستهم التي نشرت في دورية ساينس في 3 يناير كانون الثاني الحالي، اكتشف الباحثون آلية في خلايا قشرة المخ الخارجية التي تنتج عنها إشارات جليلة ومتدرجة من تلقاء نفسها، يمكنها منح الخلايا العصبية وسيلة أخرى لأداء وظائفها المنطقية. ويحتوي الدماغ البشري على مليارات الخلايا العصبية التي تعد الوحدة الوظيفية للمخ، وتغلف الخلية العصبية بغشاء خلوي يعمل كعازل بين السائلين الخلويين الخارجي والداخلي. والآن نتابع وياكم فقرة الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.